على العموم خلونا نستعرض مع حضراتكم الجولة المرورية دلوقتي ونبص على شوارع القاهرة والمحافظات. دلوقتي طبعا الناس بدأت تنزل، ولو هنبدأ من محافظة القاهرة الكثافات بتزيد مع دخول ساعات الذروة الصباحية. لو بدأنا من الكورنيش هنلاقي ان في سيولة مرورية من المظلات باتجاه منطقة وسط البلد. كمان الكورنيش المتجه الى المؤسسة فيه سيولة مرورية. بالنسبة لكوبري اكتوبر المتجه للعباسية هنلاقي هناك كثافات مرورية متقطعة على لحد غمرة، اما اللي مكمل في اتجاه العباسية فهيلاقي فيه سيولة مرورية. كمان في كثافات اخرى في الاتجاه العكسي الثاني لكوبري اكتوبر، ونفس الامر المتجه من ميدان التحرير لمدينة نصر ومحور النصر وصولا للمنصة. دلوقتي ظهرت بعض الكثافات المتحركة في شارع عباس العقاد والطيران وصولا للدائري. لو تابعنا شارع صلاح سالم هنلاقي ان هناك برضو في كثافات بالتزامن مع نزول الموظفين في الوقت ده، لكن لو هنفضل ماشيين لحد نفق الملك الصالح هنلاقي انه بيشهد كثافات مروريه نسبيه. هنفضل مكملين لحد كوبري الروضه، هناك برضو هنلاقي بعض الكثافات. في محافظة الجيزة لو كانت البداية من 6 أكتوبر ناخد بالنا إن في غلق للطريق لطريق الواحات، وعمل بعد بعض التحويلات المرورية اللي مستمرة لغاية 6 شهور. كمان القادم من أكتوبر في غلق للطريق الدائري والاتجاه إجباري لمحور حازم حسن ومنه المحور 26 يوليو. في بقى سيولة للقادم من أكتوبر بعد افتتاح التوسعات بشكل نهائي، أما الاتجاه الآخر المتجه لأكتوبر ففي سيولة مرورية. القادم من أكتوبر لمحور 26 يوليو في غلق لتنفيذ أعمال إنشائية خاصة بمشروع المونوريل بطريق امتداد محور 26 يوليو فقط في الاتجاه القادم من ميدان جهينة ومسجد الشرطة بالخمائل اتجاه طريق اسكندرية الصحراوي ومحور 26 يوليو تحديدا قبل مطلع محور 26 يوليو بمسافة تقريبا 500 متر. شارع ترسا بيشهد بعض الكثافات المرورية بسبب غلق شارع الهرم في الاتجاهين. كمان بتظهر بعض الكثافات الأخرى المتحركة في شارع السودان لغاية جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق ومبابة ومحور صفة اللبن، في كثافات مرورية بتزيد في الاتجاه لجامعة القاهرة. اللي جاي من دائري المنيب متجه لميدان لبنان أو المهندسين يفضل إنه ياخد محور الفريق كمال عامر بسبب السيولة المرورية اللي خلقها المحور. ولو رحنا شارع فيصل بيشهد بعض الكثافات المرورية في الوقت الحالي بدءا من محطة المريوطية والحد الطلبية. بيشهد الطريق الدائري أيضا كثافات متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم وصولا لمنطقة الدقي وحتى ميدان الجلاء، وبعض الكثافات على الدائري المريوطية المتجه من الصحراوي لغاية مناطق الجيزة وطريق الفيوم الصحراوي لغاية الأهرام وصولا لميدان الرماية. نروح بقى لمحافظة القليوبية. لو انت جاي من محافظات الدلتا زي المنوفية مثلا وبتستخدم الطريق الإقليمي يفضل انك تكمل في طريق شبرا بنها الحر عشان ما فيش اي كثافات، ومنه للطريق الدائري ومحور الفريق العصار. ولو طريق منطقة شرق القاهرة او لو قادم من داخل المحافظة القادم من الزراعي بتظهر فيه بعض الكثافات المرورية في طريق اسكندرية الزراعي قبل الطريق الدائري، ولكن اصبحت اقل من المعتاد. بيشهد الاتجاه الاخر كثافات متقطعة وسط متابعة بصفة دورية لحركة السيارات لسحب أي كثافات مرورية بتظهر بالطريق لمنع ظهور أي زحام مروري للمركبات. كمان انتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعي أمام القادم من مدينة بنا وفي طريقه لميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، إلا أن مطلع كوبري قها بيشهد بعض الكثافات المرورية المتحركة بسبب أعمال الصيانة اللي بيشهدها الكوبري. كمان انتظمت حركة السير بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات لغاية ميدان عبد المنعم رياض وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية. نكمل جولتنا المرورية ونروح بورسعيد، هنلاقي هناك سيولة مرورية في معظم الشوارع ما عدا بعض الكثافات المعتادة نتيجة ساعات الذروة الصباحية زي شارع جمال عبد الناصر اللي بيشهد كثافات نسبية بسيطة تبدأ تقل لحد ما نوصل لشارع 23 يوليو. هنروح على طريق طرح البحر اللي بيشهد هو كمان سيولة مرورية، ومن طرح البحر هنروح على شارع الجمهورية اللي فيه كثافات مرورية مكملة لحد آخر الشارع. كده خلصت نشرتنا المرورية المفصلة.